الذهب دايما يعني في الكلام عن الاقتصاد دايما تيجي سيرة الذهب والكلام عن انه عنصر مهم لتقييم الاقتصاد العمومي. طبعا هل صناعة الذهب في مصر ممكن تاخد دفعة تدعمها وتخليها تنطلق عالميا مثلا؟ طبعا دي يعني ايه اللي تتمنى حضرتك يحصل؟ اتمنى ان احنا نعمل مقارنة بيننا وبين الدول اللي حوالينا ونشوف هم من حيث القوانين عاملين ايه، ومش هنخترع، هنعمل نشوف ايه الاحسن ايه ونعمل ايه اللي ممكن يساعد حضرتك من قوانين فيسهل يعني الاستيراد والتصدير والسماح بدخول ذهب وطلوع ذهب. يعني بره في مصانع بتعمل ما بتعملش المنتج كامل، يعني بيعمل البريمة مصنع وبيعمل الحمصة مصنع والسلسلة مصنع، وبتجمع الكلام ده وتعمل الفن بتاعك. كل ما حتى في ايطاليا نفس الكلام، وبعدين في شغل التيه بتعمل نصه مكن والنص التاني يدوي عشان يطلع مختلف. لو كله مكن هيطلع كله ستاندر بالظبط، مش هتبقى فيه الصنعة مش هتبقى فيه الصنعة يعني هتبقى عليك. عملية كله زي بعض. لكن لما يبقى عندي التشكيلات وانت تقعدي بقى تجمعي ده وتجمعي ده وتجمعي ده، فكل مره بتطلعي شكل مختلف. يعني لو عملتي حاجه المره الجايه هيبقى فيها اختلاف، فيها شكل وفن اكتر وفن اكتر. ايه الحاجه اللي تسلمها للناس او للاجيال اللي بتتعلم على ايد حضرتك النهارده في الصنع في شغلانه الجوهري؟ لازم يحبها، لازم يحسها، لازم يبقى عنده عين يشوف بيها، عشان مش كل واحد بيبص بيشوف. يعني مش كل واحد بيبص بيشوف حاجة. طبعا ان هو ممكن الحاجة مش عدلة، ملوحة، عالية، واطية. يعني الجوهرجي عشان كلها حاجات دقيقة قوي فبيلقط غير الصايغ. يعني الجوهرجي بيبقى عشان حاجات دقيقة قوي يقدر يلاحظها. فلازم هو يتدرب انه يبص ويشوف ويبقى عنده حاجه يحسها جميله، مش يعني فن. يعني حضرتك بتتكلم عنه اكنك بتشوفي لوحه. ما هي الفكره ان كل طلب مختلف، فكل طلب بيمتعك. انت ما بتشتغليش، انت بتشتغلي عشان تستمتعي. كل الناجحين قالوا لنا كده انهم بيشتغلوا عشان يستمتعوا مش بس، وبننجح يعني في السكه. القصه مش قصه فلوس، يعني القصه انك بتعمل حاجه بتحبها وانت فاهمها وحاسسها وحبيبها. انا بشكرك جدا جدا، وانا واحنا حبينا الوقت اللي قضيناه هنا في المكان الجميل ده. هنقوم ناخد كمان جوله كده ونتفرج على الحاجات الحلوه. شرفت. اشكرك.